شيء آخر اللي بيميز يسوع المسيح، لا يوجد له مثيل، هو الوحيد الإله الكامل والإنسان الكامل. وهذا ما نسميه سر التجسد. التجسد هي معجزة المعجزات، كيف أن الله يأتي ليتخذ جسد إنسان، وكل الهدف حتى يقدم خلاص. لو أننا قلنا أن المسيح إنسان وجعل نفسه إله، هذا كفر وجحود. لكن الله يختار، لأنه القادر على كل شيء، يختار أن يتخذ جسد إنسان حتى يقدم خلاص. هذا طبعا يقودنا إلى العرفان والشكر لهذا الإله العظيم. أحبائي، شو اللي يثبت هذا الموضوع؟ القيامة. فقيامة يسوع المسيح من الأموات تعطي الشرعية وتعطي المصداقية في هذا الموضوع. ولادة يسوع المسيح فريدة، لأنه هو الوحيد ولد لكي يموت، يعني من ولادته في هدف لكل الوجود، جاء حتى يموت، أقصد يقدم خلاص وفداء للجنس البشري حتى يكون فاديا ومخلصا، حتى أنت وأنا نتمتع بالخلاص، بغفران الخطايا والحياة الأبدية معه إلى أبد الآبدين.